جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن محافظة لحج، المستمع حسن محمد قرقور يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن بدأ في الأذان، هل يجوز لي أن أجلس حتى ينتهي من الأذان ثم أقوم أصلي تحية المسجد، أم لا يجوز أظل واقفا حتى ينتهي من الأذان ومن ثم أصلي تحية المسجد؟ الأفضل أن تظل واقفا وتتابع المؤذن، تقول مثل ما يقول، فإذا فرغ المؤذن وأتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان فإنك تصلي تحية المسجد، من أجل أن تجمع بين الفضيلتين، متابعة المؤذن والإتيان بتحية المسجد. ولو دخلت في تحية المسجد من أول ما وصلت وتركت متابعة المؤذن جاز ذلك. وأما الجلوس فلا ينبغي أن تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.